أبو صالح، أبو صالح. خير مالك مالك يا زينب؟ موجوعة كثير يا أخوي أبو صالح، موجوعة كثير. بالسلامة بالسلامة، أطلب زيارة وديكم خطبة. لا لا يا أخوي لا، وديني البيت. سلامتك سلامتك. عملك عملك يا منصور، منصور شوف سيارة بسرعة. عملك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين ارحمني، يا أرحم الراحمين ارحمني، يا أرحم الراحمين ارحمني يا الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. يا الله السلام عليكم يا عم ابراهيم. وعليكم السلام. مالك يا ابو يزيد؟ خير يا ابو صالح؟ خير خير ان شاء الله خير. يابا وديني ورا الدايم. طيب يا ابو فوتي 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 يا اخوي ابو صالح، كمل معروفك وهاي دار الدايم علي هان، خليها تجينا بساعة. الله يخليك. حاضر حاضر يا عم. بارك حاضر الله حاضر فيك. يا سلام يا سلام، بيطلع وبيطلق الفرن وعجلة يوم كامل بتخرب عندنا. انا واقف على الميزان وانت خلصني خلص لي العجين. بشر يا حجي. مبروك يا حاج ابراهيم، اجاكم ولد. الله يبارك فيك ويطول عمرك. ديري بالك عليها يا حجي. مبروك مبروك يا عم ابراهيم. مبروك فيك يا ابو صالح. الحمد لله والشكر لله. هذا نصيب زينب، جوزها طلقها وسافر بعد يومين، وما ادريت انها حامل غير بعد اسبوع، وما عرفنا وين بدنا ندور عليه. يا عم ابراهيم، الدنيا هالايام مش مثل اول، يعني لو خبرته المحكمة كان جابوه وين ما كان. يا ابو صالح انت شايف الحال، انا ما بقدر اضل رايح جاي، انا صاحب اوجاع، وبعدين زينب لحالها غشيمة. على كل حال يا عم ابراهيم، اذا نصيبك تربي هالولد بطولك ثواب. طيب ما دام طمنا على زينب اسمح لي اروح. احنا اتعبناك معنا يا ابو صالح، الله يبارك فيك ويخلي لك اولادك. احنا في الخدمة وهذا واجبنا يا عم ابراهيم. استغفر الله يا عم. على اذنك. يلا مع الف سلامة. السلامة. شكرا. الله معك. لا اله الا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. بدري كان ظليتك عند زينب. زينب يا حسان. زينب ما بتطعمنا ولا بتسقينا ولا بتعوضنا حق العجين اللي خرب ونشف بالعجانة. يا حسان. أي حسان هذا يا أخي؟ أي حسان؟ أنت خربت بيتنا ومش داري شو هي مصلحتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين يا حسان، يعني بدك إياني أشوف المرأة بتموت وظل أتفرج عليها؟ لا كيف؟ هو معقول؟ المفروض احنا اللي ينخرب بيتنا. بتقدر يا استاذ تقول لي مين اللي بده يتحمل خسارة اليوم؟ انا مستعد اتحملها، احسب الخسارة كلها علي. لا ما بدي احسب خسارة، هاي الشراكة اللي بيني وبينك بدي افضها، شو رايك؟ ما بقول غير الله يهديك. ما شاء الله ما شاء الله،
تبارك الخالق فيما خلق، اللهم صل على سيدنا. شايف يا محمد؟ شايف؟ طالع لجده. لجده؟ يا با جده خلاص راحت عليه، بس البركة فيك يا زينب. الله يرضى عليك يا با ويقدرك على تربيته ويبعد عنك شر بنادم. معلش يا بنتي انت تعبتي، لكن الحمد لله على كل حال. انت تغيرت كثير يا احمد، بطل يهمك ان زعلت زينب ولا رضيت، كل اللي بيهمك نفسك وبس. يا زينب انا انت ايش؟ ايش اللي بدك تقوله؟ ما بكفي انك تجوزت علي بس شفت بايدك شويه مصاري؟ الجيزه مش حرام ولا عيب عشان تعايريني فيها. انا ما قلت عيب ولا حرام، بس كل اشي له سبب. على كل حال هاي انت عملت اللي بدك اياه، واللي بطلبه منك انك ما تنسى اني لسه مرتك. وشو اللي بدك اياه مني يا زينب؟ ما انت عارف البيرو غطاه، وانا قاعد بحكي لك اني لازم اسافر برا وادور على رزقتي. الحياة هون صارت صعبة، والليرة اللي كانت تكفينا زمان هسه ما بتجيب لنا كيلو خضرة. هذا كله منك، كنت فاتح ورشة ومبسوط وما شاء الله عنك، ما اعجبك غير تبيعها تتجوز بحقها. هو عاد ظلي خليني على هالموال، انا ما عدت قادر اتحمل، ما عدت قادر اتحمل. بعدين اسمعي، انا مسافر يعني مسافر، ومش رايح ارد عليك ولا على غيرك. خذي خذي هدول المصريات، بتدبري حالك فيهم شهرين زمان، ويفضل تروحي تسكن عند ابوك عبين ما ربنا يفرجها. خذي خلي مصاريك الك، انا مش محتاجه مصاريك، ودار ابوي اولى فيي. زينب انت تبكي يا با؟ تبكي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. توكل على الله يا با، ربنا سبحانه وتعالى لا بيقطع ولا بضيع، والرزق كله من عنده. انا عارف ايش اللي ببالك، الولد ذكرك بابوه. يابا يابا انا كنت بتمنى انه عامر يتربى في حضن ابوه، لكن يابا اللي راح راح، قول الحمد لله. الحمد لله يابا، الحمد لله. تفضل يا عم. ليش مغلب حالك يا معلم حسان؟ صدقني ما بدنا غير سلامتك. ما في غلبة ولا إشي، زينب بتستاهل كل خير، يعني هي قليلة عندنا بتفكر. يا سيدي بارك الله فيك، تفضل يا عم، تفضل تفضل ارتاح. شكرا. يا الله صدقني يا عمي انه غياب زينب ما هو مخلينا نعرف نشتغل اشي بالفرن، يعني هي الكل بالكل عندنا. بصراحة مش عارف شو بدي اقول لك يا معلم حسان، يعني غصبا عنها، واذا بدكم اياها تداوم بتداوم. لا لا يا حج، انا ما قصدت هيك، اللي قصدته يعني انها زينب عزيزة علينا، وغيبتها الها وحشة، وان كان على الدوام مش مهم، خلها تقعد كمان شهرين. بارك الله فيك يا ابني. وهسه يا حج اسمح لي، وهاي الهدية اقبلها مني ولو انها يعني مش قد المقام. استغفر الله يا عم، استغفر الله. يا الله خاطرك يا حج. يلا يا سيدي، يلا مع الف سلام عليكم. جيلة الله سلم لي على زينب. ها اهلا وسهلا، يا مرحب. يا
يا سلام، ناس طيبين وجماعة ما في بعد هيك. إيش يابا؟ روح؟ آه يابا روح، بس صدقيني ما كنت أعرف هالرجل هذا طيب لهالدرجة. طيب يابا، يابا أنت على نياتك. زينب، في إشي أنا ما بعرفه؟ لا يابا لا لا لا، فيش إشي، بس ما أنت شفته كل شوي وهو جايب سيرة هالهدية. يعطيك العافية يا أبو صالح. الله يعافيك. طمني، كيف الشغل ماشي؟ زي ما أنت شايف هيو ماشي. والعجين؟ ماله العجين؟ هينا أنا ومنصور بنتعاون عبين ما ترجع زينب. طيب منيح. عموما زينب حتتأخر لها يومين ولا ثلاث، مسكينة عذرها معها. أنت شفت زينب يا حسان؟ طبعا طبعا، أنا زرتهم بالبيت وأخذت لهم هدية. ما أنت عارف يا أخوي أبو صالح، زينب وحيدة وما لها غير أبوها، وأبوها الله يساعده على حاله. إحنا لازم نقوم بالواجب، ما اسمها غير شغيلة عندنا. شو هالحنية يا حسان اللي نزلت في قلبك دفعة واحدة؟ خير خير يا أخوي أبو صالح، حدا بكره عمل الخير؟ لا أبدا، ما حدا بكره الخير. يابا يابا، أنت ما يغرك كلام حسان. حسان أنا عرفته مليح. أيوة يابا، بس أنت سمعت الكلام اللي حكاه بذانك. كلامه إشي وفعله إشي ثاني، وعشان هيك لازم أروح وأداوم من بكرة. لا يابا، أنت لساتك تعبانة، بعدين أنت يعني لسه ما ربحنتي. معلش يابا، الحمد لله أنا مليحة، ولا يكون في بالك. أنت بس دير بالك على عامر ولا تخاف علي. على خاطرك يابا. يابا أنا لازم أدير بالي على شغلي عشان نقدر نعيش وأقدر أربي عامر. أنت ناسي قديش بده تعب حتى يكبر ويصير. كلامك صحيح يا زينب، بس عاد لو أبوه موجود يرجع لنا أو نعرف فين هو كان خفف عنا شوي. مش مهم يابا، مش مهم، هذا الموضوع نسيناه من زمان، وأنا اللي لازم أشقى وأتعب وأربي عامر أحسن تربية. الله يقدرك يابا ويعطيك على حسن نيتك. شو بدي أساوي يا أخوي أبو صالح؟ أي بس يا أختي يا زينب، ما كان لازم تيجي الفرن، كان ارتحتي كمان أسبوع ولا أسبوعين. معلش يا أخوي، بديش أزودها عليك. بس ابنك بعد رضيع وبحاجتك. مش مهم، بتعود. بعدين عامر لازم يتعود على غيابي من هسه. لا يا سيدي، لا يا سيدي، لا يا حبيبي، لا 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 لا، احنا وين وهالمشكله وين؟ الله يسوقك يا زينب. انا عارف شو اللي اخرها اليوم. لا اله السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين يا حسان. أهلين. طمنا، كيف الشغل ماشي؟ الحمد لله ماشي. وشوالات الطحين اللي جوا خلصت ولا بعدها؟ لا لسه، باقي كم شوال. ماشي، معناته خليني أفوت أعدهم. تفضل. يعطيك العافية يا زينب. الله يعافيك يا معلم حسان. طمنيني، كيف الشغل ماشي؟ الحمد لله الحمد لله. أبو صالح إن شاء الله ما بتعبك، ترى أنا وصيته عليك كثير. كثر خيرك يا معلم حسان، ما بتقصر. أي هو إحنا إن ميت زينب. عديت الشوالات يا حسان؟
عديته. مساء الخير يا بابا. الله يسلمك. مساء يا بابا. ها كيف عامل؟ نايم؟ ما صار له نص ساعه نايم، غلبني اليوم مش عارف ايش ماله. ماله يابا؟ انا عارف، الله اعلم كنت جوعان ولا عنده مغص. يا حبيبي يما. استني يابا الله يرضى عليك، خليه نايم واسوي لنا لقمه كلها. على عيني يابا، هسه بسوي لك لقمه شوي ويكون الاكل جاهز. ما انا على فطوري. ها ما تتاخر الله يرضى عليك. معلش يابا معلش، تحمل شوي يلا. ها لا حول ولا قوه الا بالله. نتحمل، ليش ما نتحمل؟ أنا اللي بقوله يا أبو صالح إنه زينب يعني تصير تداوم يوم ولا يومين بالأسبوع بكفي، يعني خلينا نحسبها على العجنة. أنا مش عارف ليش بترجع وبتلف وبتدور وبتفتح موضوع زينب. هاي حرمة ما إلها حدا، وحتى لو أعطيناها مصاري بدون شغل ربنا بيسر أمورنا. أوه يا أبو صالح، وبعدين يا أبو صالح زينب مثلها مثل أي عامل بتشتغل عندنا، من بطله ومن شغله حسب حاجتنا إحنا إله، بس احنا في حاجتها دائما. ليش؟ لانها بتزبط العجين احسن من العمال، وبعدين بتعرف شو اللي بدنا اياه. اسمع يا ابو صالح، بصراحه انا بدي اخطب زينب. حسان هذا الحكي قلناه وانتهينا منه قبل ما يخطب زينب احمد ابو الحسنات، وانت عارف يومها شو اللي صار. اللي صار يومها انك قلت لي بروح انا وياك على دار ابوها وبطلب لك اياها وطلبتها إلك وما صار نصيب. اسمع يا أبو صالح، إذا ما بدك تروح معاي على دار أبوها ترى أنا رايح لحالي أطلبها وخليها ترفض. صباح الخير يا زينب. صباح الخير. لك العافية. كيف عامر؟ كويس. الحمد لله احسن من الاول، اتعود على جده، ما انت عارف الطفل حسب التعويض. الحمد لله. كيف عم ابراهيم؟ الحمد لله. بتعرفي امبارح بالليل كنت ناوي ازوركم انا وحسان. اهلا وسهلا، بتشرفوا. على كل حال ممكن الليله نزوركم انت والمعلم حسان؟ نعم انا والمعلم حسان. لا لا لا، مالك يا سيدي مالك؟ اسكت يا سيدي اسكت. لا لا لا، من الصبح وبعيط، ايش يعمل لك عاد؟ سنحل اخذك للدايه معلي. شوف ايش مالك، يمكن عندك مغص. يا الله، توكلنا على الله نمشي. انا مش عارف ليش بدك تحرجني يا ابو صالح. يا ابن عمي، يعني اذا انت ما رحت معي مين بده يروح معي؟ ايه لو بعرف انه في فايده. وما فيش فايده. ليش يعني؟ هي زينب بدها ترفضني. اللي بعرفه ان زينب مش مفكره بالجيزه، خاصه بعد ما اجاها ولد. يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابن عمي، يعني هو انا لا سمح الله بدي اخلي زينب تتخلى عن ابنها؟ انت توكل على الله وامشي معي. ما عليك، امرنا لله. يلا توكلنا على الله. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. الله يبارك فيك. الحقيقه يا عم ابراهيم احنا جايينك في موضوع وان شاء الله ما تفشلنا فيه. خير ان شاء الله. اهلا وسهلا يا جماعه. اهلين.
تفضل. هات يا ابو، انا بصب الشاي. ها شو قلت يا عم ابراهيم؟ الحقيقه يا ابو صالح حسان على الراس والعين، بس في موضوع مثل هذا الراي الاول والاخير فيه لبنت زينب. خير يابا؟ شوفي يابا حسان طالب ايدك، شو قلتي؟ بس يابا انا مش مفكره بتجيزي هسه. هذا رايك النهائي يا زينب؟ ايوه يا ابو صالح، انا بدي اربي ابني. قوم يا ابو صالح قوم، ما ظل لنا مقعد هون بعد الشاي يا جماعه. انا ماشي. بالاذن يا عم ابراهيم. مع السلامه يا ابو صالح. يابا يابا الله يرضى عليك، كان لازم تفكري قبل ما ترفضي. يابا انا فكرت مليح، بعدين حسان متجوز. ايه وانا ناقصني هموم فوق همومي. على كل حال بسيطة، الايام جاية يا زينب، ما خليتك تندمي ما بكون حسان. وحد الله يا حسان، الجيزة مش بالغصب، هاي حياته ويحر فيها. انا حسان ترفضني زينب؟ معلش الايام جاية. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. دواء للناس وظليت له بابونه جو، مش فايده. طب هاتي وارتحي لك شوي عشان تقدر تروح على شغلك. هاتي. لا يابا، اي هو انا بدي اضل مغلبيتك بالليل وبالنهار. اي هاتي بس هاتي ارتاحي. تعي يا جد، تعي يا حبيب. يو 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 فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستان بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعا ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. صباح الخير ابو صالح. صباح النور يا حسام. شوف اشوف الفرن طافي وواقف على العجانه هيك، وين زينب؟ زينب بعدها ما وصلت. ما هو كثر التساهل بيساوي اكثر من هيك. بس زينب عمرها ما تاخرت، والغايب عذره معه. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. وين لهسه يا زينب؟ عامر كان تعبان الليله وما نمت غير وجه الصبح. اسمعي حجج فارطة ما بدي، يا بتلتزمي بالشغل يا الله يسهل عليك. حسام ما في داعي لكل هالحكي. معلوم اللي ايده بالمي مش مثل اللي ايده بالنار. اسمع يا ابو صالح، اذا انت بدك تتحمل الخسارة
أنا مش مستعد أتحملها. وليش كل هالحكي يا معلم حسان؟ عشان تأخرت ساعة؟ من اليوم وطالع ما بسمح لك تتأخري ولا دقيقة واحدة. زينب فوتي على شغلك. استني، أنا اللي بسمح لك تفوتي أو لا تفوتي. حسان أنا شريكك بالفرن ومثل ما قلت لي. يا سلام، عموما هاي الشراكة أنا بدي أفضها وأخلص منها، يا بتشتري يا بتبيع. يا معلم حسان أنت أسكتي ولا كلمة، ومن مطرح ما أجيت بترجعي. يعني شو؟ تطردني؟ الله يهديك، خليها تشوف شغلها وأنا وأنت نتفاهم. ما ظل فيها تفاهم يا أبو صالح. مثل ما بدك يا معلم حسان، بس بدي أقول لك كلمة، رزقي مش عليك ولا على غيرك، رزقي على رب العباد. زينب زينب لا 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 يا جدي لا 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 يا جدي لا 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 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس يا جدي بس 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 زينب مالك يابا مروحة بكير؟ حسان يابا. ماله حسان؟ ما بده يعني أشتغل بالفرن؟ أنا كنت عارف إنه هالإشي هذا لازم يصير، خصوصا بعد ما رفضتيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حال بسيطة يابا، لا تزعلي ولا على بالك، العبد بسكر باب الله سبحانه وتعالى بيفتح ميت باب. فوتي يابا فوتي، توكل على الله. انا مش زعلان ولا اشي، انا بدي اياك تفهم الاصول، ما بيصير تعامل زينب بالطريقه هاي. انا بعرف الاصول كويس وما بدي حد يعلمني اياه. حضرتك زينب إبراهيم؟ أيوة خير؟ تفضلي. معلش بس توقعي لي هون. شو بعد لي أحمد؟
بسيطة يا با. بسيطة. دار أبوك موجودة، البيت اللي رباك عمره ما بنساكي. يا أخوي أبو صالح أنت على سلامتك، بس اللي صار ما كان لازم يصير. زينب صار لها مدة بتشغل عندكم، يعني إذا تأخرت لها ساعة ولا نص ساعة تعاملوها بالطريقة هاي. يابا أبو صالح ملوش دخل باللي صار. يا أختي يا زينب، ما أنت عارفة حسان، وحسان مهما يعمل بيظل قلبه طيب. يعني شو صار بيناتكم؟ ما صار يا عم إبراهيم غير كل خير، بس زينب لازم ترجع الشغل من بكرة. بعد كل اللي صار يا أبو صالح؟ خلاص يا زينب، ساعد زعل وخلاص. توكل على الله يا أبا، وروح يسوي لنا فنجانين قهوة. لا يا عم إبراهيم، ما بشرب إشي غير لما توافق زينب إنها ترجع الشغل. ترجع الشغل يا حسان، احنا ما بدنا نرجع المشاكل مره ثانيه. انت امبارح ما حكيت وقلت انك متضايق من اللي عملته مع زينب. ايوه، بس ما حكيت انها ترجع للشغل. انا اللي رجعتها. هي ما رجعت لحالها. كيف يعني رجعتها؟ رحت لها على الدار. قل لي، قدمت لها استدعه ولا اخذت لها جاهه؟ حسان انا ما بسمح لك تسخر مني، ترى زودتها كثير. أنا ما بسخر منك، بس أنت اللي بتتصرف غلط، ومش من حقك إنك تتخذ قرار لحالك. أوه، أنا ما عاد أتحمل أكثر من هيك. طيب شو اللي بده إياه حسان؟ مش عارفة يابا، مش عارفة. صدقني لولا الحاجة ولولا هالظروف ما كنت رجعت من مرة. استغفر الله العظيم، أنت لهالدرجة متضايقة يا زينب؟ ما في إشي مضايقني يابا غير هالحالة اللي احنا فيه. ما انت شايف، لولا هالقرشين اللي باخذهم ايش بده يصير في حالتنا. توكل على الله يابا. والنعم بالله يابا، والنعم بالله. يا ابو صالح يا ابن عمي، الشغل ما في عواطف، العواطف اشي والشغل اشي ثاني. بعدين احنا مش مقصرين معها، بس هي يعني زودتها شوي. طيب طيب، حقك علي، المهم خليها ترجع الشغل. ماشي الحال، بخليها ترجع، بس بشرط. وشو هو شرطك؟ إنها تلتزم بعملها مليح ومثل ما بدي أنا. يظهر إني أنا وياك مش رايحين نتفق. خد خد يا أحمد، بيعهم واشتري الورشة. لا يا زينب، لا، أنا مش ممكن أخذهم. ليش يا أحمد؟ ما هو اللي إلي إلك. بعدين لما بتشتغل الورشة تشتري لي بدالهم. بس يا زينب. خد يا أحمد، خد ولا يهمك. أنا مش ممكن أشوفك بضيقة أقعد أتفرج عليك. أنا مرتك ولازم أوقف معاك على الحلوة والمرة. أنت رائعة يا زينب، رائعة. صدقيني لما تشتغل الورشة وربنا يفتحها علي غير أشتري لك قدهم مرتين. إن شاء الله. يعني لو ظلت هالأساور معي مش كنت بقدر أستعين فيها على هالظروف. إيه، الله يسامحك، الله يسامحك يا أحمد.
معي 2500. الشراكة بيني وبين أبو صالح، يعني الفرن صار إلي. تفضل شوف شغلك. زينب، أنت عارفة إيش هو شغلك؟ طبعاً العجين. إيش العجين وبس؟ العجين تنظيف أدوات الفرن والكنس كمان، وإذا مش عاجبك الله معك. شو قلتي؟ قلت الرزق على الله يا معلم حسان. شو يابا؟ صار اشي اليوم كمان؟ خلص يابا خلص، أنا تركت الشغل. تركت الشغل؟ ليش يابا؟ هاي يابا شو صار معك؟ شو بدي أساوي يابا؟ لفيت كل المنطقة فيش فايدة، الكل بيقولوا لي مش بحاجة. الله كريم يابا، الله كريم. على كل حال أبو صالح كان عندي قبل شوي وقال لي إنه عم بدور على فرن جديد يشتريه، وأول ما يشتريه بده يجي عشان تشتغلي معه. صحيح يابا؟ أبو صالح بده يشتري فرن جديد؟ والله يابا هذا اللي قاله عاد. ها ان شاء الله، ان شاء الله انه ربنا يفرجها. يا رب. طيب قل لي الفرن هذا قديش حقه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا. العم ابراهيم موجود؟ موجود، تفضل يا اخوي. شكرا. يا هلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا العم ابراهيم. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ تفضل يا ابوي. بفضلك. يا هلا. الحقيقه يا عم ابراهيم انا جاي ابشركم اني لقيت فرن جديد، وبدي زينب
تشتغل معي فيه. وين هالفرن يا أبو صالح؟ في منطقه بس بعيده شوي من هون. بس ان شاء الله تكون المواصلات سهله. الحقيقه المواصلات صعبه شوي، لكن انا بقترح ان ندور لكم دار تكون قريبه من الفرن. وش رايك يا عم ابراهيم؟ انا مش فارقه عندي، لانه هون دافعين اجار وهناك راح ندفع اجار، ومثل ما قال المثل مطرح ما ترزق الزق. هاي زين، بس انا بقدر اشتغل وقت. بس يا جدو انت مش ملاحظ انه الشغل ممكن يعطلك عن دراستك؟ لا اطمن يا جدو، ان شاء الله انه ما بعد. يا جدي انا ما عدت اقدر اشوف امي تعبانه وصحتها بالسوء يوم عن يوم. والله وكبرت يا عامر وصرت رجال وتتحمل مسؤوليه. طيب شو قلت؟ شو بدي اقول يا الله؟ الله يوفقك ويرضى عليك. صباح الخير يا زينب. صباح الخير يا ابا. كيف صحتك يا زينب؟ الحمد لله يا ابا احسن. الحمد لله. اقعدي يا ابا، في موضوع بدي احكي معك. خير يا ابا. يا ابا عامر صار شب، وبشوف يعني انه آن الاوان يعرف مين ابوه. شو بتقول يابا؟ اليوم انا راجع من عند الحكيم قابلت واحد من معارفنا، قال لي انه احمد ابو الحسنات رجع، وقال لي كمان انه بيلعب بالفلوس لعب. احمد ابو الحسنات مات من زمان، مات بالنسبه الي وبالنسبه لعامر كمان، وانا مش ممكن اقدر اشوفه مره ثانيه. مش ممكن يابا، مش ممكن. بس يابا يا زينب بترجاك يابا، بترجاك لا تنبش الماضي قدامي. من زمان أنا مشيت في طريق وأحمد مشي في طريق ثاني. وعامر، عامر إذا اكتشف في يوم من الأيام إنه أبوه طيب ومش ميت مثل ما قلتي له، شو بده يصير؟ شو بده يصير؟ الو، اسمع يا سامي، بدي اياك تنزل كل السجاد اللي عندنا في المستودعات على السوق وباقل سعر ممكن. اعمل اللي بقول لك عليه، احنا بدنا نكسب السوق ونحطه في جيبتنا. مع السلامه. Come on.
زينب؟ نعم يا يابا. الساعة صارت 5 وعامل لسه ما جاش، وليش تأخر اليوم؟ مش عارفة يابا، مش عارفة ليش تأخر، إن شاء الله خير. إن شاء الله. أنا تفضل يا عم أبو صالح، هاي غلت اليوم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. تأمرنا بشي قبل ما أروح؟ سلامتك. يلا السلام عليكم. مع السلامة. بس يابا إذا وديت سيارتي على أي ميكانيكي مش راح يزبطها. ليش؟ هي السيارة شو بدها؟ بدها صيانة عامة، وأنا بحب أوديها على شركتها أحسن. على شركتها أحسن؟ ومدرستك يعني شو بده يصير لو غبت يوم؟ لا، بكره بتعطي السياره الصبح لشعبان، هو بيصلحها وبجيب لك اياها. يعني بدك اياني اروح على المدرسه بالسيرفيس؟ ما هو كله يوم واحد، مش قادر تتحمله؟ مش هذا المهم، المهم الازمه اللي بتحصل على السيرفيس الصبح. تفضل يا امي. يسلموا ايديك يا امي يا حبيبي، روح ارتاح لك شوي عشان احضر لك العشاء. يلا. تسلمي تسلمي يا امي. يا عم ابو صالح، ما بدك تعلمنا الخبيز؟ وانت شو بدك بهالشغله؟ بكره بدخل جامعه وان شاء الله تصير دكتور. ان شاء الله، بس هسه لما اخلص توجيهي. وقديش بعد على التوجيهي؟ بحدود شهر. شهر يا عامر؟ شهر. شهر وما بتحكي؟ كيف بتلحق تدرس وانت بتشتغل؟ لا تخاف يا عم ابو صالح، مش مهم. لا انا مش ممكن اخليك هيك، انت من بكره ممنوع تفوت الفرن. شو قصدك يا عم ابو صالح؟ من بكره تاخذ اجازه وتتفرغ للدراسه، للدراسه وبس، وايجارك ماشي طول الاجازه. الله يسترها معاك يا ابو صالح، دنيا واخره. وبعدين يا جدي يا جاري ماشي طول الاجازه. الله، انسان طيب واصيل. صدقني يا امو انه بعاملني مثل ولد من ولاده. يعطيك العافية. الله عافيك يا أخي. أيوة هيك، بدي إياك تشد حيلك عشان تجيب علامات مليحة ودخلك الجامعة في كلية التجارة. كلية التجارة يابا؟ أيوة يابا، بدي إياك تطلع تاجر كبير مثل أبوك. وهي شغلة التجارة بدها دراسة بالجامعة؟ ما هو أي واحد ممكن يكون تاجر، هو حتى ما بيعرف يكتب اسمه. شو قصدك يعني؟ قصدي أقول إنها شغلة التجارة ما بدها تعليم، لو قلت طب، هندسة، أي إشي ثاني. والتجارة كمان، التجارة مش أي واحد بيقدر عليها، وهذا أنت شايفني من أكبر التجار، ولو أني متعلم كان شفتني غير هيك وأحسن من هيك بكثير. أنا ماشي. طيب دير بالك بالامتحان يا عامر. اطمن إن شاء الله خير، بس أنت دعيلي. الله ينجحك يما يا حبيبي. يلا سلام. مع السلامة. الله معك.
تفضل يا عم. بارك الله فيك يا بني. طمني يا بني يا عامر، ان شاء الله جاوبت مليح على الامتحان. ان شاء الله يا عم، الحمد لله. ان شاء الله تنجح وتصير دكتور، وها ترى الحلاوه على حساب عمك ابو صالح. تسلم تسلم يا عم ابو صالح، الله يقدرنا على معروفك. لا يا عامر، لا معروف ولا اشي يا بني، هذا واجبي، وصدقني اني فرحان لك. الله يبارك فيك يا عمي. تجاره 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 يا ابو، هاي الماده مش داخل دماغي. ما هي لازم تدخل دماغك، لان كل مستقبلك مبني عليها. انت ناسي انك رايح تمسك كل مصالحنا التجاريه؟ ما هو انت المسؤول عن هالشيء يابا. يا امجد يابا، انا مش دايم لك، واذا انت ما درست تجاره واشتغلت معي واكتسبت خبره، كل الاموال اللي جمعتها انا وامك رايحه تضيع. الاموال اللي ورثتها امك عن اهلها جمعوها بالتجاره، وانا لو ماني كنت على قد حالي بالتجاره كان انت ما شفت العز اللي انت عايش فيه. طيب يابا، مش لما تطلع نتيجه التوجيه بالاول؟ مساء الخير يما. مساء الخير. هاي الهديه لك. شو المناسبه يما؟ بمناسبه استلام الراتب. جدي جدي هذه احلى دشداشه لاحسن جد. انجحت يا امه، انجحت يا جدي. مبروك يا جدي، مبروك. الحمد لله يا رب. مبروك يا عم. مبروك يا ابو، الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا مبروك يا عامر، مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا بني، مبروك. الله يبارك فيك يا عامر. تفضل، هاي هدية نجاحك. عشت، تسلم. تفضل 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 عمو. يا الله. مبروك يا ابا، عقبال الشهادة الكبيرة. هذا اليوم اللي كنت استناه، راح اعمل لك حفلة ما انعملت لحد نجح قبل هيك، وهديتك مش ناسيها. بس الجامعة بدها دراسة مزبوطة، وخاصة الطب. حتى لو درست طب يا عم أبو صالح ما راح أترك الشغل بالفرن. ولا يهمك يا عم، قصد الجامعة علي. طيب يما، أنت مش بتقول إنك رايح تدرس على حساب الحكومة؟ آه يما، بس عادة الطالب بدفع الفصل الأول وبرجع له إياه بالفصل الثاني. سلامتك يا جدي، سلامتك. تشرب لك كاسة اليانسون وإن شاء الله ما بضل فيك ولا نتفة كحة. تسلم يا جدي. الله مبين بتعرف في الطب يا جدي. ولا هو أنت بس اللي بتدرس دكتور؟ اشرب يا سيدي. تسلم يا جدي، الله يخليك. كنت تعبانة شوي، الظهر ماخذ شوية برد. لا سلام، الله يسلمك، كيف تعبان؟ كان جدك. مرحبا. أهلا. كيف الحال؟ عدتكم على بعض. أمجد أبو الحسنان، نعم أبو عامر؟ مالك يما يا حبيبي؟ ليش ما بتوكل؟ يما احنا في إلنا قرايب بالبلد.
قرايب؟ ليش؟ لا بس في معي واحد في الجامعة من عيلة أبو الحسنات. مالك تغيرته؟ سؤالي في إشي؟ لا لا يا جدي، بس في يعني قصد أقول إنه في كثير أسماء بتتشابه. وأنا قلت هيك برضو. هو إيش اسمه الشاب يا عامر؟ ألو، يعطيك العافية عزيزي. لو سمحت بدي أسأل، إمتى في طيارة على ألمانيا؟ أيوة فرانكفورت بعد بكرة؟ طب ممكن تحجز لي على الدرجة الأولى تذكرة باسم أحمد أبو الحسنات؟ ماشي، وأنا ببعت لك حدا ياخدها. شكرا لك، غلبناك، مع السلامة. يعني معقول يكون أحمد أبو الحسنات له ولد وبدرس في الجامعة؟ وليش إيش معقول يابا؟ أنا بقول لك إنه أمجد هذا هو ابن أحمد أبو الحسنات. كيف؟ أنت اتطلقت من أحمد أبو الحسنات قبل 22 سنة وكان متجوز عليكي. ما فهمتش. طيب يابا، هذا شو دخله بهالحكي؟ كيف شو دخله؟ يعني يابا لو أحمد أبو الحسنات خلف بنفس السنة بكون عمر ابنه أمجد اللي من مرته الثانية بعمر عامر. يعني معقول يكون أمجد ابن أحمد أبو الحسنات؟ لا مش ممكن. كيف؟ لأنه ما في حدا من عيلة أبو الحسنات ما بعرف، كلنا إخوان وقرايب وولاد عمه بنعرف بعض، وعمري ما سمعت بعيلة اسمها أبو الحسنات غير عيلتنا. طيب لعاد مين بيكون عامر هذا؟ في إلنا ابن عم هاجر على أمريكا من زمان، بس يعني شو بده يجيب ابنه لهون؟ هذا إذا كان له ابن واسمه عامر. بعدين حتى لو رجع مش ممكن ما يزورنا. اسمع يا أمجد، بتقدر تخلي صاحبك هذا يجي يزورنا؟ بقدر، بس ليش؟ معقول يكون عامر ابن زينب؟ مالك يابا؟ لا ولا اشي. قديش عمره عامر هذا؟ مش عارف، بس تقريبا بعمري. بعمرك؟ اسمع، خلي عامر يجي معك، ضروري اشوفه. ها شو قلتي؟ تروحي معانا؟ ابوك حاب يتعرف على عمك، وانا شو اروح اعمل؟ شو يعني؟ يعني يا استاذ روحوا لحالكم. يلا باي. مرحبا. حكينا. هلا تفضل تفضل. ابوي موجود؟ ابوك سافر على المانيا يا سيد امجد. ايش؟ تفضل تفضل. عم هذا بيت وبيت أمجد بيت، بس شو يعني؟ مش يمكن أكون مبسوط بعيشتي هاي أكثر من أمجد؟ أنا مبسوط وأكثر من أمجد، حكي فاضي. عامر ما بدك تنام يما؟
صباح الخير. انت بخير؟ مالك يا عم مريض؟ لا يا عم بس تعبان شوي. في اشي مضايق منه؟ لا ما في شيء. اذا كنت محتاج مصاري قول لي. لا يا عم تسلم، بس بفكر في واحد في الجامعة من دار ابو الحسنات. من دار ابو الحسنات؟ شو اسمه؟ يعطيك العافية. الله يعافيك علينا أمجد. ها في أخبار من أبوي؟ للأسف الشديد لا يا أستاذ أمجد. بس بتخافوا إنه عامر يعرف القصة وبعدين ينصدم. سترك يا رب، سترك يا رب. عامر ما عاد يزور دار أبو الحسنات لأنه قال لي لا بده يزور حدا ولا حدا يزوره. ليش يا عم إبراهيم؟ خايف إذا زار أصحابه يردوا له الزيارة، وهذا الاشي اللي ما بده اياه، حتى ما يعرفوا هالسكنة اللي احنا سكنينها. بس يابا امجد بعرف بيتنا لانه مرة وصل عامر بسيارته لهون. لا يابا، عامر قال لي انه نزل بعيد عن الحارة حتى امجد ما يعرف بيتنا. اذا هيك ما في خوف، بس حاولوا انكم تبعدوا عامر عن امجد ابو الحسنات عبين ما ربنا يحلها، لانه مش ممكن الموضوع يظل مغطى، خاصة أنت يا زينب، هاي مهمتك. مرحبا. أهلين أستاذ أمجد. أبوي اتصل بالشركة؟ لا لا ما اتصل. تعرف رقم تليفون الفندق اللي نازل فيه أبوي؟ اه موجود في الأجندة على المكتب. شكرا. أهلين أستاذ. أنا مش لازم أحكي معاه بالتليفون، بعدين شو بدي أحكي له؟ أحكي له إني لا لا أنا بفضل أترك الموضوع حتى يرجع. اسمع يا أمجد، أنا لسه راجع من السفر ومش قادر أناقش وأحكي بهيك موضوع، والموضوع هذا انسالي إياه وشيله من مخك. بس يابا أنا بحبها ومش ممكن أخطب غيرها. ونعمان بيك اللي قعدت سنة أطبق فيه عشان أجوزك بنته، وهسه جاي تقول لي بحب بنته بدي أتجوزها؟ ومين هي؟ بنت مش من مستوانا ولا من ثوبنا. اسمع، بتحضر حالك بكرة نروح على دار نعمان بيك ونطلب بنته، أنا وعدته. أنا مش ممكن أتزوج غير سعاد. أنت بتخالفني يا ولد؟ أنا اللي بدي أتزوج مش أنت يابا. اخرس! مساء الخير. اهلا يا جدو. اهلا اهلا. هاي يا جدو، كيف دراستك؟ صرت تعرف تداوي؟ وبدق احسن ابر لاحسن جد. امجد اهلا. اهلا امجد، اهلا. تفضل.
تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فهد. اهلا وسهلا يا مرحبا. كيف حالك فهد؟ اهلا وسهلا. تفضل امجد. تفضل يا عم تفضل ارتاح. وهذا كل اللي صار. طيب على كل حال لازم تسمع كلام ابوك. يضل ابوك يا عمي وهو اللي بيعرف مصلحتك. يا خالتي هاي حياتي وانا اللي بدي اتزوج مش ابوي. كلام امجد مظبوط. ما دام هيك لازم تروح معاي انت وخالتي زينب ونخطب سعاد. متأكد انك بتعرف العنوان؟ انا مره يا بيك وصلت امجد راح يستعير من عندها كتاب. طب اطلع اطلع معي. يا رب شو هالورطه هاي اللي اجتنا؟ ايش اعمل يابا؟ ايش اسوي؟ اسمعي يابا يا زينب انت لازم تروحي. شو بتقول يابا؟ يابا احنا مش كنا مستنيين فرصة نخبر عامر عن ابوه وهي الفرصة اجتنا لعنا. يعني انت بدك اياني اخبر عامر انه امجد اخوه؟ لا يابا الله يخليك لا تحطني بهيك مطب. يا زينب يابا الله يرضى عليكي فيش انسب من هالفرصة هادي اللي نعرفهم فيها على بعض. يابا بترجاك لا تحكي هيك حكي. طيب خلص بروح معاهم بس لا تخبر عامر انه امجد اخوه وابو الحسنات ابوه. طيب يلا. انت اطمن وان شاء الله بصير اللي فيه الخير. يا ست الحبايب شو قلتي؟ ترى امجد صديق عزيز مش هيك وبس، انا بعتبره زي اخوي. وهاي سيارتي جاهزة يا خالتي. يا عمي انت متفاهم مع اهل البنت؟ يا جدي انا متفاهم مع سعاد واهلها قبل ما اجي لعندكم، بعدين احنا متعلمين وناضجين كل واحد فينا بيعرف مصلحة نفسه. يسلموا ايديك. تفضل عمي. يسلموا ايديك يا سعاد. ايديك. ما شاء الله ما شاء الله. مجتمعين على خير. قاعدين ومبسوطين اخر انبساط. انت مين يا سيد؟ ومين اللي سمح لك تدخل علينا بالطريقة هاي؟ ولا كيف بدك اياني ادخل؟ ضارب لك سلام؟ بعد ما انت وبنتك قاعدين بتضحكوا على شاب جاهل ما بيعرف مصلحة نفسه. يابا اسكت! ما تحكيش ولا كلمة وامشي قدامي. هاي كل الحكاية يا أحمد أبو الحسنات، وهاي ابنك قدامك شاب متعلم.
أنا لازم أمشي. استني يما. أبوي ما رباني وذاق العذاب اللي أنت ذقتيه. أبوي ما ذاق الجوع والحرمان والمرض علشان يوفر لي الكتب وجار الطريق. أبوي ما شال شوالات الطحين على أكتافه بكل الخبز اليابس. انت يما، انت اللي عملتي هذا كله علشان تربيني ووصلتيني للي انا وصلت له. ابوي لو كان بده اياني كان سأل عني من زمان. انا ابوي مات بالنسبه لي من زمان. يلا يما هذا بيت خالتي زينب.